السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا بكم بمتلمت اعزاء ومرحبا طبيعة الحال مجددا في على قناه ديالنا اللي هي قناه تعليميه بامتياز اذا هنا آه نهايتين آه او سؤال خاص بالنهايتين احسب النهايه التاليه اذا الليميت عندما يا اكس الى 1 ديال جذر مكعب اكس زائد 7 ناقص 2 على اكس ناقص 2 وليميت عندما يا اكس الى ناقص 2 ديال 3 ناقص جذر مكعب ديال اكس زائد 23 على إكس أس اثنان ناقص اثنان إكس زائد ستة أو عفوا هنا خص يكون ناقص ستة طيب الحال لي ما هنا بالنسبة للأعداد ماشي مشكل غير هنا كنقدر النهاية على حسب لاش باغيين نوصلو إذا هنا أول شيء في النهاية اللي ما نغفلو عليه هو خصنا نعوضو فقط تعويض ونكون دقيق في لأن بعض المرات كيكون التعويض ديال التم ماشي ماشي صحيح خاص يكون تعويض دقيق نزربش حتى التعويض بصراحة مهم جدا قد بعض المرات حد دابا اغلبية ولفو غير الاشكال غير محددة اذا بلا ما كيعوضو كيمشي يديرو المرافق يعملو وهو النهاية خارجة مباشرة مثلا في بعض الاحيان اذا هنا عوضنا بواحد الى عوضنا بالعدد واحد واحد زائد سبعة تمنية ديال راه هو اثنان ناقص اثنان صفر وهنا واحد ناقص واحد صفر اذا هنايا ملي كتكون عندي النهايه شكل غير محدد شكل غير محدد صفر على صفر هاد السهم كان يعني زعما كيفاش غنتخلصوا من هاد الشكل غير محدد اذا هنا كنستعملوا التعميل ثم الاختزال ب اكس ناقص اكس صفر خاص بصراحه في الثانيه باكالوريا خاص يكون يعني خاص يولي مهاري ماشي يعني غير نخدمو فقط العشوائيه اذا خص يكون مهاري بمعنى مهاري بحال دابا هنا صفر على صفر خصني نعمل باكس ناقص اكس صفر شكون هو اكس صفر هو العدد اللي كاعطو كت... اللي, كت... اللي كتقول لي اكس هنايا في النهايه اذا ضروري ضروري خصني نعمل باكس ناقص واحد الفوق والتحت باش نختزل بها والا شكل غير محدد راه غادي يبقى عندنا اذا هنا نحيد هذا تساوي ليميت عندما يؤول إكس إلى واحد ديال جدا مكعب إكس زائد سبعة ناقص اثنان عامل مكعب إكس زائد سبعة أس اثنان زائد اثنان في مكعب إكس زائد سبعة زائد اثنان أس اثنان على إكس ناقص واحد <applause> عامل لي المرافق المرافق كنضرب فيه في البسط طبيعة الحال سيكون يكون في المقام ضروري إذن عامل هذا جدا مكعب إكس زائد سبعة أس اثنان زائد اثنان جدر مكعب إكس زائد سبعة زائد 2 أو زائد أربعة نعم آه بعد في بعض التلامد هاد السطر هادا يديروه بعض التلامد وأنا الصراحة داكشي اللي كنتمنى يعني مع مرور الوقت حيت خصني نطرح سؤال نفسي أشنا هو الغرض من آه و استعمال المرافق الغرض من استعمال المرافق هو باش نزيلو الجدر يعني هنا ما نقول بس الجذر مربع وانما الجذر بصفه عامه قد يكون جذر مربع وقد يكون جذر مكعب الى غير ذلك اذا قلت بعد لم غنكتبوا هذا السطر مباشره إذن تساوي ليميت عندما يؤول اكس الى واحد دابا شوف ا ناقص بي عامل ل ا اس 2 ناقص او زائد ا بي زائد بي اس 2 راه كتساوي ا اس 3 ناقص بي اس 3 يعني هاد المتطابقة الهامة راه هي لي كنستعملو هنايا فقط راه متطابقة هامة هادي إذا غاتح- على إكس زائد سبعة ناقص اثنان أوس تلاتة حيت جدر مكعب ديال إكس زائد سبعة وثلاثة تلاتة كيمشي الجدر حنا قلنا هذا هو الغرض ديال أصلا من المرافق على إكس ناقص واحد عامل الجدر المكعب ديال إكس زائد سبعة أس اثنان زائد اثنان جدا مكعب إكس زائد سبعة زائد أربعة إذا هنا إلى حسبت غنحصل على إكس سبعة ناقص ثمانية سبعة ناقص ثمانية هي إذا هنايا غنحصل على إكس ناقص واحد إلى حسبت هذا سبعة ناقص ثمانية هي ناقص واحد إذن هاد هاد الشي لو غيمشي مع هذا صافي إذا هاي التعميل ثم الاختزال ب x ناقص إكس صفر اذا إكس ناقص واحد مشات هي الفوق والتحت شحال بقى عندي الفوق صافي هنا غنعوض ملي كنختزل هذا صافي كنعوض غتخرج لي النهايه مباشره على آه آه قد يبدو للبعض بان الحساب ديال هذا راه غادي يكون صحيح طبيعه الحال خصنا ولكن ملاحظه ملاحظه وغتفيدكم بزاف طبيعه الحال ان شاء الله مباشره تمشيو لهذا العدد الاخر ياك هذا كتعرفو ربعه واضح اذا هنا ربعه حتى هنا غتحصلو على ربعة وحتى هنا غتحصلو على ربعة إذا ربعة في ثلاثة هي 12 صافي وتوصلنا الجواب ديال هاد دي النهاية إذا نتمنى إن شاء الله يكون هاد تكون هذه النهاية واضحة واضح الحساب ديالها بطبيعة الحال إلا عندي شي سؤال راه يتركوني في التعليق وإن شاء الله نجاوبو عليه النهاية الأخرى ليميت عندما يؤول إكس إلى ناقص إثنان ديال ثلاثة ناقص جدر مكعب إكس زائد تسعة وعشرون على إكس أس إثنان ناقص إثنان إكس ناقص ستة اذا اول شيء قلت في النهايه هو نعوضه اذا بسرعه آه ناقص اثنان زائد 29 هي 27 وجد المكعب ديال 27 هو ثلاثة ثلاثة ناقص ثلاثة صفر وهنا عوضنا بناقص 2 اذا هي 4 وناقص في ناقص اذا ها هي 4 اخرى اذا هنا خصني ندير ناقص ثمانية قلت هنا نحس هادو هادو راه كنحطهم ساهل باش حتى اي يمكن يحطهم اذا غير باش انا نحصل على صفر على صفر إذا دائما القاعدة هي التعميل ثم الاختزال بإكس ناقص إكس صفر إذا تساوي تساوي هنا راه غادي نستعمل المرافق مجددا مرة أخرى غادي نستعمل المرافق هنا راه كاين التعميل ديال حدود دي من الدرجة الثانية إذا تساوي ليميت عندما يؤول إكس إلى <applause> ناقص إثنان قلت هنايا هاد راه هاد السطر اللي خصو لي تكتب الصراحه اذا غادي نحاول نستعملها هنايا ولكن حذاري غير هذا الناقص هذا راه غير يدخل على هنا وهنا هنا بمعنى انا نبين لكم دابا قلت المرافق صفر استعملته اذا غادي تعطينا هي ثلاثة ناقص ونكتبها هكا ماشي مشكل ناقص اكس زائد 29 اللي خاف يستعمل الاقواس إدن دبا عفوا هنا ثلاثة أوس ثلاثة لأن باش ملي كنستعملو المرافق غنحصلو على هدا أوس ثلاثة وهدا أوس ثلاثة لأن ثلاثة أوس ثلاثة ناقص جدر مكعب أوس ثلاثة الجدر كيمشي مع الأوس وكنحصلو على هادشي على لي مخصيش نغفل إكس أوس اثنان ناقص اثنان إكس ناقص ثمانية عامل مننساش وخا دبا حطيت أنا مباشرة كاين المرافق المرافق ديال هدا هو ثلاثة أس اثنان زائد آه ثلاثة جذر مكعب ديال إكس زائد تسعة وعشرون البلاصة هنا شوية مزيرة جذر مكعب ديال إكس زائد تسعة وعشرون أس اثنان تساوي ليميت عندما يؤول x الى ناقص اثنان هنا غنحصلو على سبعة وعشرين عفوا ثلاثة أس ثلاثة نعم سبعة وعشرين ثلاثة أس ثلاثة هي سبعة وعشرين ناقص x ناقص تسعة وعشرين نرد البلا ناقص كيدخل على الأقواس كيغير الإشارة على حتى هنا نعمل دبا ولا بلاتي إذن هنا يا هاد السطر هدا زدتو إكس أس اثنان ناقص اثنان إكس ناقص ثمانية عامل لي مزيان نوضح هدا ثلاثة أس اثنان زائد ثلاثة جذر مكعب ديال إكس زائد تسعة وعشرون زائد جذر مكعب ديال إكس زائد تسعة وعشرون أس اثنان دابا هو كنظن واضح إذن تساوي سبعة وعشرين ناقص تسعود وعشرين هي ناقص اثنان وهنا عندي ناقص اكس اذا غنعمل بناقص حيت هنا بالنسبة من تسعود دابا قلت هنا كان التعميل ثم نرجع لهادي مزيان قلت التعميل ثم الاختزال ب اكس ناقص إكسفر صفر اكس صفر دابا هنا عندي هو اثنان وهذا ناقص هادي القاعدة اذا خصني نعمل ب اكس زائد اثنان ليميت عندما يؤول اكس ناقص اثنان قلت هنا بالنسبة أي بقى عندي ناقص نعمل به هي اكس زائد اثنان على زائد اثنان اللي نحصل سبعة وعشرون ناقص تسعة وعشرون هي ناقص اثنان ملي غنعمل بناقص خصنا زائد اثنان <applause> هنا عندي حدود يمين الدرجة الثانية كنحط داك العدد اللي بغيت نعمل به اكس زائد اثنان عامل اش غيبقى عندي هنا كنشد هاد اكس هادي اس اثنان اكس اس اثنان كنقسمها على اكس إذن هي اكس وما نغفلش الا كان عندي شي عدد هنايا ولا شي اشارات ناقص مثلا كنحطها كما هي كان عندي مثلا هنا جوج غنحط جوج اكس وسي اثنان على اكس غتكون هي اكس وناقص ثمانية على اثنان ناقص ثمانية على اثنان هي ناقص اربعة صافي وني عملتها ببساطة هنا تسعة زائد ثلاثة جذر مكعب اكس زائد تسعة وعشرون زائد إذا مكعب ديال إكس زائد تسعة وعشرون أس اثنان <applause> إذن الاختزال أو آه صافي دابا وضحت عندي هنايا إكس زائد اثنان مع إكس زائد اثنان مشات الفوق بقى عندي ناقص واحد على هنا غنعوض بناقص اثنان غير_واضح نحصل على ناقص ستة في داب بناقص اثنان ناقص ربعة هي ناقص ستة في قلت انا مانمشوش هادشي راه فقط تسعود تسعود في ثلاثة هي سبعة وعشرون سبعة وعشرون تساوي ناقص مع ناقص غادي يمشي يبقى عندي واحد على ستة في سبعة, سبعة. اثنان واربعون و وستة في اثنان اثنى عشر وأربعة هي ستة عشر حسبوها دون استعمال ألا حاسبة لأن ما كانت توفرش عليها إذا نتمنى إن شاء الله يكون هذا آه الفيديو إذا الإعجاب ديالكم آه قلت آه إن شاء الله في مرة أخرى غادي نحاول نذكركم بواحد المرافقة قال لي ممكن تصادفوا معها إذا جدول كل عدد المرافق ديالو إذا نتمنى إن شاء الله تتفاعلوا مع النهايتين طبيعة الحال اي نهايه تحتفظ لكم في ديال في الشكل غير محدد صفر على صفر ممكن تستعملوا هذه التقنيه هذه اذا ما تنساوش ما تنسوش الاعجاب بالقناه ديالنا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله غنكون معكم ثلاثة هذه السنه ان شاء الله الى اللقاء